هذه المادة التلفزيونية ملخصة في كرسي دي في دي، ومصممة خصيصا لمساعدتكم على تعلم وفهم النظريات والممارسات الخاصة بعمليات التنظيف والإدارة الخاصة بالفنادق والمنتجعات. بما أن جيني كينغ هي المندوبة الخاصة بشركة التنظيف، فإن عليها أن تأتي إلى العمل كل يوم، وهي فخورة بالعمل الذي تقوم به، وتستشعر أهمية الدور الذي تقوم به، فإن عليها الحفاظ على جميع الممتلكات نظيفة وفي أماكنها. غرفة الضيوف يجب أن تكون نظيفة، ويجب أن تعد وتجهز كل يوم بعد أن تم شغرها من قبل النزيل. هذا يحتاج إلى مهارات خاصة عالية في الدقة لضمان الحصول على نتائج آمنة وعالية في الجودة. سوف نتعلم كيفية أداء مهام التنظيف الخاصة بغرف الضيوف عند تنظيف غرف الضيوف، وكذلك قواعد مهمة أخرى للتنظيف. هذا DVD التعليمي تم تقسيمه إلى عدة أقسام منفصلة عن بعضها البعض لكل واحد من هذه المرافق شاملا: أولا الأشياء المرافقة والخاصة بالغرف، ثانيا عامل النظافة، ثالثا الأشياء التابعة للمغسلة، رابعا المراقب والمشرف. بعض هذه الوظائف مختلفة عن بعضها البعض، وهي أيضا تختلف في القوانين والإجراءات الخاصة بكل وظيفة، خصوصا في الفنادق والمنتجعات الخاصة. يجب عليك أن تستشير المشرف الخاص بك إذا كانت قائمة الواجبات الموكلة إليك غامضة وغير واضحة. إنه إلزامي على جميع موظفي شركة جيني كينغ أن يصلوا في الوقت المناسب وباللبس المتناسق والنظيف والمناسب. يجب تعليق الاسم على بدلة العامل. الاستعداد والتهيؤ البدني مهم أيضا. الآن هيا بنا نبدأ بالتنظيف. الواجبات المرافقة للغرفة: في بداية كل يوم سوف تستلم قائمة من المهام التي يجب عليك تنظيفها داخل الغرفة. هذه القائمة تستخدم لتحديد الأولويات داخل الغرف، هذا يعني تحديد وترتيب الأولويات التي سوف تبدأ بها. المشرف الخاص بك سوف يعين لك الغرف التي يجب عليك القيام بتنظيفها. بشكل عام قم بتنظيف المرافق الخاصة بالغرف أولا، لذلك لن يتضايق النزلاء. قم بتنظيف الزوايا والحواف الخاصة بالغرف في الأخير ما لم يقم الزبون بطلب عمل تغييرات أخرى داخل الغرفة، مثل أن يصحوا في وقت مبكر. قم بفحص ورقة المهام الموكلة إليك لتحديد أي من الغرف ستقوم بتنظيفها أولا، وتطوير خطة البدء في العمل. أيام عمل كاملة تعني بشكل عام أنك ستقوم بتنظيف من 16 إلى 20 غرفة في اليوم، ويعتمد هذا على توقعات الزبون. إجراءات تنظيف الملايات والأغطية والأثاث، وهذا قد يشمل دور واحد أو عدة أدوار، وهذا يعتمد على المدة التي قضاها الزبون في الغرفة. حالما تنتهي من التنظيف يجب أن تشعر المشرف الخاص بك أنك قد انتهيت من التنظيف، حيث سيقوم المراقب بفحص الغرفة ومراجعة المهام، ومن ثم الانتقال بك إلى مهمة أخرى. اجعل الورقة التي تتضمن المهام التي يجب عليك القيام بها أمامك ليكون من السهل الرجوع إليها. تأكد أن تحصل على عربة خدمة الغرف والتأكد أن فيها جميع التجهيزات لتسهيل عملية التنظيف، حيث تحمل كل ما تحتاجه من أشياء ومواد للتنظيف: نسيج صوفي ورقيق، وفي الأعلى مواد للوقاية، وكل ما تحتاجه من مواد لتنظيف الحمامات والمرافق. هذا رسم بياني للعربة الخاصة بشركة جيني كينغ للتنظيف، والتي تحمل جميع المواد المستعملة في عملية التنظيف. بعض الأماكن تتطلب استخدام مقادير مضاعفة من المواد، مثل مكنسة، قطعة إسفنج، مواد تنظيف، خرقة، ومنظفات تتضمن منظف الزجاج، المطهرات، كل أغراض التنظيف، ملطف الجو. العلبة المستخدمة في التنظيف عليها لاصق، ويجب اتباع التعليمات المدرجة فيه وأي تحذيرات قبل الاستعمال. ولا تنسى القفازات والأشياء الأخرى، فإنها ضرورية قانونيا عند استخدام أي مواد كيميائية، وتحمي يديك وعينيك. يجب التأكد من أن العربة فيها جميع مواد التنظيف التي تحتاجها قبل الدخول إلى منطقة العمل. يجب أن تكون دائما جاهزة حتى يسهل عملك ولا يكون صعب. الدخول إلى غرفة الضيوف: الدخول إلى غرفة الضيوف بشكل لائق يساعدك على عدم إزعاج النزلاء واحترام خصوصياتهم. القاعدة الأساسية هي أن تطرق الباب 3 مرات وتقول: نظافة الغرف على الباب، في كل مرة تطرق الباب. تأكد أن تطرق الباب بيدك، ولا تستعمل أي شيء حاد مثل المفاتيح أو أي شيء آخر قد يسبب ضرا للباب. إذا لم يرد أحد قم بفتح الباب بهدوء وقل: نظافة الغرف على الباب، مرة أخرى قبل أن تدخل. الطرق 3 مرات على الباب يعطي الزبون وقتا حتى يستعد إذا كان في وضع غير لائق. إذا كانت الغرفة فارغة أبق الباب مفتوحا وادخل لتمارس عملك. قم بوضع العربة الخاصة بالتنظيف أمام باب الغرفة التي تقوم بتنظيفها، وهذا يوفر نوع من الأمن
ويمنع دخول أي شخص إلى الغرفة، وهذا يسهل عملية الدخول للغرفة والقيام بالعمل على أكمل وجه. إذا رجع الزبون، أغلق باب الغرفة واطلب منه بكل أدب أن يحضر مفتاح الغرفة وأن يفتح الباب، وأخبره أن ذلك من ضمن إجراءات الأمان المتبعة داخل الفندق. إذا كان لا يملك مفتاحا، أطلب منه أن يذهب إلى طاولة الاستقبال أسفل الفندق. أغلق باب الغرفة في كل مرة تغادر فيها، حتى عند ذهابك لإحضار أدوات للغرفة. هناك أوقات ربما لا يسمع الضيف طرقات الباب، إذا كان في الحمام أو نائم أو يغير ملابسه، قم بالاعتذار منه مباشرة واخرج من الغرفة بسرعة. إذا كان النزيل مشغولا، أطلب منه بشكل لائق أنه وقت التنظيف، واسأله متى الوقت المناسب للعودة للتنظيف. اعرف وقت العودة واسأله إذا كان يحتاج أي شيء آخر. إذا كانت الغرفة التالية التي يجب عليك تنظيفها مكتوب عليها علامة الرجاء عدم الإزعاج، فإن عليك الانتقال إلى المهمة الأخرى الموضحة على ورقة المهام الخاصة بك، وارجع مرة أخرى وتأكد من الوقت المناسب للعودة لتنظيفها. يجب عليك محاولة تنظيف الغرفة المكتوب عليها الرجاء عدم الإزعاج على الأقل 3 مرات في اليوم. إذا وجدت الإشعار ما زال موجودا، قم بإشعار المشرف. الأمر الأمني النهائي. أحيانا قد يترك بعض النزلاء مفاتيح أو بطاقات على الباب. إذا رأيت ذلك، قم بالطرق على الباب، وبكل بساطة هو قد نسيها. وإذا لم يكن في غرفته، ضعها في الصندوق المغلق الخاص بالفندق أو أي مكان آخر حتى لا تتم سرقتها. تنظيف غرفة النزيل تتضمن 7 خطوات. 1- حضر الغرفة لعملية التنظيف. 2- قم بإزالة القمامة والأغطية والملايات وقم برش الغرفة. 3- هيئ وحضر السرير. 4- قم بكنس الغبار والأتربة. 5- قم بتنظيف الحمام. 6- المكنسة الكهربائية. 7- قم بمراجعة وفحص عملك. يجب أن تقوم بعمل 7 خطوات بعد كل عمل تقوم به. عملية المتابعة النهائية لغرفة النزيل كاملة تتم بشكل نهائي من قبل المراقب أو المشرف الخاص بك. المفتاح الرئيسي للقيام بعملية تنظيف ذات جودة عالية هو تطوير الإجراءات الخاصة بالتنظيف. قد تختلف الإجراءات والأنظمة في التنظيف من غرفة لأخرى، لكن الاختلاف يكون في المواد والتجهيزات فقط. الهدف الرئيسي هو الحصول على جودة عالية في النظافة، وهو نفس الغرض لكل غرفة. باتباعك للأنظمة والإجراءات الخاصة بالنظافة والمعلومات الموجودة في هذا DVD، تستطيع تصوير وتحسين نظام ذو فعالية أكبر بالنسبة لك. هذا DVD يوضح ويبين المهام الرئيسية عند بدء العمل بتنظيف الغرفة بشكل دائري ومن أعلى الغرفة إلى أسفلها. تحضير الغرفة للقيام بعملية التنظيف. تحضير الغرفة للتنظيف يتضمن التأكد من المكيفات. ابدأ بإزالة كل بقايا الطعام مثل الصحون والأواني إلى مكان آخر. بعد إزالة كل الأشياء المتعلقة بالنزيل، قم بإشعال جميع الأضواء والأنوار. قم بتغيير أماكن الأشياء وفقا للأنظمة الخاصة بتنظيف الغرفة. يجب عليك إبقاء الأضواء منارة لتتأكد من كل الأشياء في مكانها. بعد ذلك أطفئ الأنوار وجهز الغرفة للسكن من قبل النزيل مرة أخرى. تأكد من عدم وجود أي شيء مفقود أو مكسور أو ليس في مكانه. إذا حدث ذلك، قم بإبلاغ المشرف الخاص بك بأسرع وقت ممكن. قم بالتأكد أن الساعة مضبوطة على الوقت الصحيح، وتأكد من إطفاء المنبه. إذا كانت الساعة، يجب تعديل الوقت، قم بذلك فورا. أيضا قم بفحص جهاز التلفزيون وجهاز التحكم عن بعد. شغل التلفاز ثم اقفله. قم بفتح الستائر لكل النوافذ. إذا كان هناك أشياء ليست في مكانها، قم بوضعها في مكانها الصحيح. هيئ السرير مرة أخرى. قم بفحصها وخذها إلى المخزن الخاص بالغرفة واتركها على سطح المغسلة. إذا كان هناك أي أدوات حارة مثل المكواة، يجب عليك تجفيفها وفصلها من الكهرباء. من المؤكد أن الخزانات غير مرتبة. تأكد من وضع كل شيء في مكانه الصحيح حسب الرقم المبين على كل الأدوات الخاصة بالفندق وأي تجهيزات أخرى. قم بإزالة الأشياء التي لا تنتمي لمكانها الصحيح واستبدلها بالمعلق الخاص بالمغاسل إذا كان ذلك النزيل يستخدم المعالق. قم بفحص كل الخزانات والأدراج للتأكد من عدم ترك النزيل أي شيء خاص به في الخزانة. كما يجب فحص حول وتحت السرير وسلة القمامة لنفس الغرض. إذا وجدت أي شيء، فإنه يجب عليك أن تبلغ المشرف الخاص بك، فإنه من المحتمل أن النزيل ما زال موجود في الفندق.
تأكد أن تتبع جميع الإجراءات والقوانين الخاصة بمهام التنظيف المدرجة في قائمة المهام. قم بإزالة الكمامة والأغطية وقم برش الغرفة. الخطوة الثانية، قم بإزالة جميع الكمامات والأغطية والمناشف الغير نظيفة وقم برش الغرفة. ومن الضروري أن ترتدي قفازات مطاطية. قم بأخذ سلة الكمامة وامشي في الغرفة للتخلص من كل القمامات، وهذا يتضمن تنظيف مرشح القهوة ومواد الطعام الموجود في الثلاجة وفرن التدفئة في غرف الفنادق التي توفر هذا النوع من الخدمات. الأكواب المتسخة يجب عليك جمعها وتقوم بغسلها وتعقيمها. في الغرف التدخين يجب أن تنظف الطفايات أيضا، ويجب غسلها بالماء للتأكد من أنه لا يوجد شيء قد حرق، وإفراغ كل ذلك إلى سلة المهملات وقم بتنظيفهم. ومن سلة المهملات إلى السلة الكبيرة الموجودة في عربة التنظيف الخاصة بك. استخدم قعر سلة المهملات لتكديس وضغط الكمامة على العربة، لا تستخدم يديك. إذا قمت بتفريغ سلة المهملات تأكد أن تتبع القوانين. قم برش سلة المهملات بالمطهرات من الداخل والخارج وأيضا قطعة تجفيف. إذا كانت تستخدم السلة لنفس الغرفة قم بتغييرها في كل مرة تنظف فيها غرفة النزيل، وتأكد أن تعيد كل سلة إلى المكان المخصص لها. في غرفة النوم الخاصة بالنزيل بعد إزالة الكمامة ستقوم بإزالة كل الأغطية والملايات والبطانيات من على سرير النزيل. قم بأداء هذه المهمة بحذر شديد، فقد تجد أشياء حادة على السرير قد تتسبب بجرحك مثل الإبر الحادة تكون مخبأة بين الملايات والأغطية أو بين الفرش والسرير. من الممكن أن تجد دماء أو أشياء أخرى بين الملايات والأغطية، لهذا السبب من المهم أن ترتدي القفازات المطاطية الواقية عند أداء هذه المهمة. سوف تقوم بإزالة ملاية السرير والبطانية والوسادات ووضعها على الكرسي أو على سرير آخر وليس على الأرض. قم بإعادة الملايات والأغطية المتسخة إلى العربة الملحقة بالغرفة، وهذا يشمل المناشف التي جمعتها من الحمام. عند قيامك بإزالة القمامة والأغطية المتسخة من الحمام يجب عليك أن ترتدي نوع آخر من القفازات، وهو المصنوع من مادة المطاط الثقيلة لحماية أيديك من التلوث. قم بجمع القمامات الموجودة في الحمام وضعها في سلة المهملات الخاصة بالحمام، وهذا يتضمن الصابون والشامبو خلال عملية التنظيف. استخدم قطعة صغيرة جافة خلال عملية جمع الشعر من أسفل مرشح الماء والمرحاض ومن على الأرض. أخيرا سوف تقوم برش الحمام بمبيد الجراثيم في مناطق التي يوجد عليها أدوات، وخلال عملية الرش كن حذرا ألا تقوم برش الأشياء الخاصة بالزبون أو حتى حولها. عند ذلك يمكنك الانتقال إلى الخطوة التالية، حيث ستقوم بتهيئة وتحضير السرير داخل الغرفة لإعطاء الوقت الكافي للمادة الكيميائية التي قمت برشها للقضاء على الجراثيم بالفعالية اللازمة في التطهير. تهيئة وتحضير السرير. الخطوة التالية هي تهيئة وتحضير السرير. قم بفحص السرير وبلغ المشرف الخاص بك إذا وجدت السرير أو الفراش به أي ضرر. قم بالتأكد من قاعدة السرير والفراش أيضا أنه ليس بها أي ضرر. استخدم الحجم الصحيح ولون الغطاء المناسب، على سبيل المثال الأغطية الثنائية والأغطية البيضاء. لا تخلط ألوان مختلفة على سرير واحد. قم بفرش الملاية من أسفل السرير إلى أعلى السرير، حيث إن أسفل حافة الملاية تكون في أسفل حافة الفراش، وتتدلى الملاية من كلا جانبي السرير. كلا جانبي الملاية يجب عطفه إلى الداخل، وتأكد من أن تقوم بعطف جانبي الغطاء إلى الداخل. قم بوضع الرأس العلوي للملاية على السرير من الأعلى إلى الأسفل هذه المرة. قم بوضع الملاية من أعلى رأس السرير، وسوف تتدلى من كلا الجانبين كما في الخطوة السابقة. لا تقم بإدخال أطراف الغطاء تحت الفراش هذه المرة. قم بوضع الغطاء الخاص بالسرير أو البطانية على السرير، ويجب أن يغطى السرير كاملا. يجب أن تتدلى نهاية البطانية على جانبي السرير أكثر من نهاية الملاية بخمس إنشات على الأقل. قم بوضع الغطاء النهائي فوق البطانية وقم بثنيه إلى الداخل. في بعض غرف الفنادق البطانية والغطاء النهائي للسرير يكونوا شيئا واحدا. الآن قم بثني وإدخال الغطاء النهائي للسرير والبطانية إلى الداخل بنفس الوقت. سيتدلى رأس البطانية وغطاء السرير من أعلى جانبي السرير، وتجنب ملامسة الأرض ودع مساحة كافية لوضع المخدات على أعلى السرير. قم بوضع غطاء نظيف للوسادة، احمل المخدات بيديك وتجنب الاتساخ.
قم بعطف وثني بقية الغطاء المتدلي إلى داخل الوسادة وقم بوضعها على السرير. يجب رص الوسادات بوضعية معينة حيث يكون الفرق بين كل وسادة حوالي 3 إنشات. اقلب الغطاء الرئيسي للسرير واترك 5 إنشات مسافة فاصلة للوسادات من أعلى السرير. بعض العقارات تمتلك مفروشات إضافية ومواد مطبوعة. استشر قائمة خدمات الغرف للتأكد من وضعها في مكانها الصحيح كما أمرك المشرف. بعض الطرازات أي الموديلات تمتلك غطاء كامل للسرير، بينما بعضها الآخر تستخدم أغطية أخرى. قم بفحص غطاء السرير من كلا الجانبين ومن أسفل السرير. قم بإزالة أي ثنايات في السرير وقم بتسوية وتنعيم السرير بيديك. إذا كانت غطاء السرير أو البطانية ممزقة أو يوجد عليها بقع، قم باستبدالهم فورا. المشرف الخاص سوف يقوم بتعيين وقت معين وشخص ليقوم بعملية تحويل الأفرشة وفقا للتعليمات الموجودة في الفراش. أخيرا قم بفحص السرير للتأكد أنه ناعم وخالي تماما من التجاعيد والعطف. بينما يكون السرير الذي قمت بتهيئته وتحضيره مطابق للوائح والمعايير الخاصة بالفندق، فإن هناك بعض الفنادق الأخرى لوائحها وسياساتها مختلفة، لذلك تأكد أن تتبع قوانين الفندق. مسح الأتربة وتنشيف الرطوبة. جودة عملك تستمر عند قيامك بإزالة الأتربة وتنشيف الرطوبة في جميع أنحاء الغرفة بشكل نظامي بدءا من الباب. قم بأخذ قطعة قماش صغيرة ورش عليها السائل المنظف وابدأ بإزالة الأتربة والغبار من الأشياء، وهذا يمنع الإضرار بالمفروشات. قم بالتنظيف بيدك اليمنى واستخدم اليد اليسرى لتحريك الأشياء. قم بالمسح من الأعلى إلى الأسفل لأن الغبار يسقط من الأعلى إلى الأسفل وهذا يحافظ على الوقت. امسح التلفزيون من فوق ومن الجوانب ومن الخلف ومن الزوايا. إذا كان مثبت في مكانه قم بمسح الجوانب فقط. امسح الشاشة بنفس قطعة القماش وتأكد لعدم خدشك للشاشة. امسح الأسطح العليا للخزانة. قم بمسح الطاولة بشكل دائري. قم بمسح وتنشيف جميع الأثاث والمفروشات الأخرى في الغرفة. استخدم المنظف الزجاجي للقيام بعملية المسح والتنشيف لتصبح جميع الأسطح ملساء والمفروشات ناعمة. الأثاث المصنوع من الخشب الطبيعي يتطلب تلميعه وصقله. سيقوم المشرف الخاص بك بإرشادك إلى الإجراءات التي ستقوم بها في عملية التلميع. عند تنظيف الكنب تأكد أن تزيل الأغطية والمسح تحتها. الغطاء الشخصي الخاص بالنوم يجب تغييره أثناء عملية تحضير وتهيئة السرير. أعط اهتمام خاص للتليفون. قم برش المنظف على القطعة القماشية وقم بمسح السماعة والجهاز، ثم اطلب خدمة العملاء للتأكد من أنه يعمل. الأدوات والتجهيزات مثل آلة إعداد القهوة والثلاجة وفرن التدفئة يجب تنظيفها والتأكد من ذلك. بعد ذلك يمكنك إعداد القهوة للتأكد من أنها تعمل. وقم بلف السلك الكهربائي الخاص بصانع القهوة بعد تنظيفه جيدا وضعه خلفها. لقد قمت مسبقا بتنظيف فناجين القهوة، وقم برص فناجين القهوة بشكل منتظم وبطريقة معينة. أكمل تنظيف المنطقة الأمامية، ثم قم بتنظيف أي مرايات أو صورة أمامية. قم بتنظيف الثلاجة من الداخل ومن الخارج وقم بالتخلص من بقايا الأكل. قم بتنظيف الفرن من الداخل ومن الخارج. قم بالتحقق من نظافة الثلاجة والفرن قبل الانتقال إلى الأدوات التالية. قم بالتحقق من جميع هذه الأدوات قبل انتقالك إلى المهمة التالية. قم بمسح جميع أرجل وأسطح الطاولات وتأكد بأن تعيد جميع الأشياء التي على الطاولة إلى مكانها. الممسحة اليدوية تستخدم لمسح الغبار من على الأشياء المنخفضة والأشياء المرتفعة. قم بمسح الصور إذا تطلب ذلك والإطارات والزجاج. عند مسح المصابيح الكهربائية استخدم خرقة جافة لمسح المصابيح المضيئة. من المحتمل أن المصابيح ما زالت حارة وقد تنفجر عند مسحها بخرقة مبللة. امسح الملايات بخرقة مرشوشة بالمنظف وقم بمسحها بنفس الجهة الأمامية والخلفية، ثم قم بمسح القاعدة والسطح. في غرفة النوم ستقوم بمسح كلا عمود الإضاءة الليلية على جانبي السرير حيث أنها عادة تحتوي على تليفون واحد في أحد جانبي السرير وعلى منبه على الجانب الآخر. تأكد أن تقوم بمسح الجهة الأمامية للسرير وأي صور تتواجد فوقه. بالنسبة للأدراج
قم بفتحها ومسحها واتركها مفتوحة للتأكد. استخدم الممسحة اليدوية للقيام بمسح الغبار الموجود على الجزء العلوي من الستائر. قم بتنظيف أي أوساخ من على النوافذ، وقم بمسح أي بقع على النافذة جيدا للحصول على نافذة ملساء ونظيفة. قم بالتأكد من أن زجاج النوافذ محكم الإغلاق. يجب عليك أن تنظف جميع المراوح بالإضافة إلى المكيفات الهوائية والأدوات الغير ظاهرة. يجب عليك التأكد من أن جميع الأدوات تعمل بعد أن تقوم بمسحها. ستستمر بعملك، تقوم بمسح الدولاب، جهاز التلفزيون والخزانات. قم بالتحقق وملاحظة عملك قبل الانتقال إلى المكان الآخر. تنظيف الحمام. الخطوة الثانية في عملية التنظيف هي تنظيف الحمام. قم بوضع القفازات الثخينة على يديك مرة أخرى لتحميها من الجراثيم. لقد قمت مسبقا بإزالة كل القمامات والمناشف المتسخة، وقمت برش المطهر. الآن دع المواد الكيميائية الموجودة في المطهر واتركها لبعض الوقت لتتفاعل على الأسطح، ثم قم بمسح السطح. وبإمكانك إكمال مسح وتلميع هذه المناطق بادئا بالقمة ومرش الاغتسال. قم بفرك وتنظيف المناطق المرتفعة بقطعة إسفنج أو بفرشاة حادة. قم بالتنظيف من الأعلى إلى الأسفل، وتأكد من جميع المناطق أنه قد تم تنظيفها بشكل جيد. راع اهتمام خاص للأرضية والحواف لمنع تكون الفطريات والتعفن على الأسطح الملساء، أي التي يوضع عليها الأدوات والمستحضرات. قم بإزالة الصابون المستخدم، وقم بالتنظيف تحته قبل استبداله. يمكنك رمي الصابون المستعمل الموجود على الرفوف وأي مواد أخرى وفقا للمواصفات والإجراءات المتبعة. قم بمسح كلا جانبي الستائر الخاصة بدش الاستحمام. أعطي اهتمام خاص للمناطق السفلية التي قد تتكون وتتراكم فيها الفطريات والتعفنات. قم بتغيير الستائر الخاصة بدش الاستحمام إذا كانت ممزقة أو مبقعة أو تغير لونها. لا تنسى أن تمسح المعلق الخاص بستائر دش الاستحمام. قم بإكمال مسح القمة ولا تنسى أن تنظف مرشحات التجفيف. قم بمسح وتلميع المعدن المثبت الخاص بمرش الاستحمام، ثم قم باستعمال فرشاة أو مكنسة المرحاض للتنظيف داخل وجوانب المرحاض. أعطي اهتمام خاص للمناطق السفلية تحت الحواف في المرحاض. استعمل ممسحة نظيفة وقم بتنظيف المناطق الخارجية السفلية للمرحاض، وتأكد أن لا تستعمل هذه القطعة إلا لهذه الغرض فقط. قم بتنظيف المغسلة والبلوعة وجوانبها، وقم بإزالة البقع من الأسطح والأجزاء الداخلية للمغسلة. استخدم قطعة قماش جافة لمسح فتحة مرشح الماء الخاص بالمغسلة. قم بتنظيف صحن الصابون وبقية الأجزاء الداخلية الخاصة بالمغسلة. بالنسبة للأسطح الملساء أي التي يوضع عليها الأدوات والمستحضرات، قم بمسح صنبور الماء بشكل دائري ونظف المناطق بشكل جيد. قم بإزالتهم للتنظيف ثم أعد ترتيبهم مرة أخرى. بعد ذلك قم بتنظيف المرآة بمنظف الزجاج. استخدم منظف الزجاج لمسح الرفوف الزجاجية. يمكنك أيضا تنظيف المفاتيح الكهربائية بواسطة مطهر التنظيف ومجفف الشعر. بعد ذلك تأكد من أنه يعمل. قم بحفظ المناشف وبقية الأدوات والزجاج والأغطية القطنية النظيفة بالإضافة إلى مناديل الحمام وفقا لقوانين وإجراءات الفندق الداخلية بشكل أنيق. قم بوضع المناشف على الرفوف. تذكر ألا تقوم بخلط الألوان. قم بمسح المعالق الماسكة للمناديل الورقية، وقم باستبدال المناديل إذا كان ضروريا. يجب أن تكون المناديل الورقية مطوية بشكل يتطابق مع قوانين الفندق الداخلية. قم باستبدال ولف المناديل الأمامية. قم باستعادة الأشياء التي قمت بتخزينها مثل المطهرات المعقمات، وقم بإعادتها إلى مكانها على السطح النظيف، وهذا يشمل المغسلة البالوعة ومناطق الاستحمام. يجب وضع المنشفة المطوية النظيفة والصابون على السطح الخارجي من حوض الاستحمام. قم برش أرضية الحمام بمطهر التنظيف، وإذا كانت أرضية الحمام عليها بقع قم بفركها بالفرشاة. إذا لم يجد ذلك فربما الخرقة أصبحت رديئة. أعطي اهتمام خاص للزوايا وخلف المرحاض وباب الحمام. أخيرا قم بمسح المنطقة الخارجية لباب الحمام. الآن بعد أن أكملت تنظيف الحمام، قم بمعاينة عملك للتأكد من أن كل شيء نظيف وخالي من أي وجود أي شعر، وهذا على نحو تقليدي شيء أساسي لكي لا يتذمر النزيل في الغرفة.
تأكد من وجود مناشف ومناديل ورقية ملائمة وكافية، والمرآة الخاصة بالمغسلة نظيفة وعليها كل الأدوات، المنشفة الخاصة بالاستحمام مجهزة بشكل مضبوط وجاهزة للاستعمال. المكنسة الكهربائية. الآن استعد للتنظيف بالمكنسة الكهربائية. في بداية المناوبة الخاصة بك يجب عليك التعقيب والفحص على المكنسة والتأكد أنها فارغة وأن السلك الكهربائي يعمل بشكل جزئي، فإن أي عطل فيها قد يؤثر على أداء العمل بفعالية وإتقان. بينما تبدأ بالمهمة التالية، فإن المكنسة الكهربائية يجب أن تكون تعمل بشكل جيد منذ أن تبدأ من الجانب البعيد للباب والمكنسة خارج الباب. الآن الوقت المناسب لتهيئة وضع المكنسة لتقوم بالعمل مباشرة، وتأكد مرة أخرى أن الباب مغلق. قبل التنظيف بالمكنسة الكهربائية، استخدم المكنسة اليدوية لكنس الزوايا والأشياء التي يصعب على المكنسة الكهربائية التقاطها من أسطح المفروشات، وهذا سيسهل عليك عملية الكنس بالمكنسة الكهربائية. قم بفحص الجزء الداخلي للسرير وكنس أي قمامة، والتأكد من عدم وجود أي أدوات شخصية خاصة بنزيل الفندق. قم بتوصيل القابس لأحد القوابس خلف الباب أو في الحمام. قم بالكنس من الجهة البعيدة للغرفة نحو الباب. تأكد من كنس جميع المناطق. إذا رأيت بقع على السجادة توقف، ومن ثم قم برش البخاخ الخاص بالسجاد لإزالتها، ومن ثم افركها بقطعة نظيفة من القماش الأبيض. ارفع تقرير إلى مشرفك إذا لم تزل تلك البقعة أو إذا كانت ممزقة. بينما تستمر بكنس بقية غرفة الزبون، قم بإزالة الإضاءات الخاصة بالأثاث لتصل إلى المناطق السفلية للأثاث. اكنس ببطء وبشكل كامل. تأكد أن تكنس تحت الستائر والخزائن وبجانب وخلف الباب. عندما تصل إلى باب كل غرفة توقف وقم بفحص وملاحظة عملك. قم بعمل نظرة إلى جميع أنحاء الغرفة. اعتبر نفسك أنك أنت النزيل في الغرفة وأنك لأول مرة تدخل إليها. تأكد من أن كل شيء كامل وفي أعلى مستوى. يجب أن تكون الستائر مفتوحة بشكل صحيح، ويجب ترتيب الأثاث بشكل دقيق. يجب أن تكون جميع الأدوات في المكان المخصص لها، مثل جهاز التحكم عن بعد، الكتاب الخاص بالتليفون الذي يوجد عليه قائمة الأسماء والعناوين، المكتبة، المواد المطبوعة الخاصة بالنزيل. قم بفحص السجاد للتأكد من أنه نظيف ومرتب وأنه قد تم كنسه بالمكنسة بشكل جيد. الآن بإمكانك رش ملطف الجو قبل البدء بالكنس فوق الباب. أنشطة النظافة التي تقوم بها غالبا تتجمع حول المنطقة التي توجد فيها العربة الملحقة للغرفة، لذلك قم بكنس هذه المنطقة. إذا كان المدخل الخاص بالغرفة هو ممر لبقية الغرف، قم بكنسه حتى يسهل عملية تنظيفه لاحقا. خذ نظرة نهائية حول الغرفة للتأكد أن كل شيء أعيد إلى مكانه، ثم اقفل الباب بإحكام وتأكد من ذلك. امسح أي أثار يد أو بصمات، وقم بمسح الأماكن الأخرى حول الباب مثل اللوحة التي يوجد عليها رقم الغرفة. ثم قم بتحديد الوقت الذي أكملت فيه التنظيف ودون ذلك على ورقة المهام المحددة لك. انتقل إلى الغرفة التالية كما هو مبين لك في ورقة المهام المحددة لك. إذا قمت بتنظيف غرفة النزيل بشكل لائق ودقيق، فإنها ستظل نظيفة إلى أن يأتي النزيل ويسكن فيها. الآن سيتم التحقق من عملك بشكل نهائي بواسطة المراقب أو المشرف الخاص بك. هكذا نكون قد أكملنا المشاهد الخاصة بتنظيف الغرف في هذا الفيديو DVD، لذلك احرص أن تشاهد الفصول الخاصة بالمقدمة والنهاية. عامل النظافة. واجبات ووظيفة عامل النظافة قد تكون متعددة حسب الأوليات الوجيزة التي عليه القيام بها وحسب عدد الغرف التي تم شغرها من قبل النزلاء، حيث أن هذا الدور بشكل عام يحافظ على نظافة الأروقة وصالات الدخول للفندق، السلالم، المناطق العامة وحجرات النزلاء. عمال النظافة بشكل عام سواء كان عامل أو عاملة يجب عليهم الحفاظ على جميع المناطق خالية من أي أتربة أو أوساخ، والحرص على أداء هذه المهام بأسلوب فعال وآمن. أيضا يجب على عامل النظافة الحفاظ على عربة الخدمة المخصصة لكل غرفة مملوءة طوال اليوم بالأغطية والملايات النظيفة بالإضافة إلى كل ما تحتاجه الغرف والمواد النظيفة المهمة. في المناسبات الخاصة سيتوجب عليك استلام وتوفير الأدوات التي يحتاجها النزلاء في الاستخدام، مثل المكواة،
خشبة المكواة، مجفف الشعر، حقائب الأغراض القابلة للطي، سرائر المواليد الجدد. إنها مسؤولية عامل النظافة للقيام بتفريغ المناشف والأغطية المتسخة من عربات الخدمة الخاصة بالغرف. أثناء فترة العمل الأخيرة، كل الأغطية والملايات والمناشف المتسخة يجب أخذها إلى المغسلة. يجب عليك أيضا أن تأخذ المناشف المتسخة من الأحواض الخاصة بالنادي الرياضي وحوض السباحة وتعيد ملء هذه المناطق بالمناشف النظيفة. بما أنك قد قمت بتجهيز مناشف حوض السباحة، الآن الوقت المناسب لترتيب منطقة حوض السباحة. كن حذرا داخل النادي الرياضي، قم بتنظيف المعدات الخاصة بالنادي الرياضي ولا تربك الحضور الذين يمارسون التمارين الرياضية. بالإضافة إلى قيامك بتفريغ عربات خدمة الغرف من القمامة، قم بالمشي على طول الممرات والحجرات وقم بتفريغ القمامات الخاصة بكل حجرة. احرص لأن تمسح المنطقة المجاورة لسلة المهملات بعد قيامك بتفريغها من القمامة، واستبدل أكياس القمامة الخاص بسلة المهملات. عند الساعة الأخيرة من عملك ستقوم بأخذ جميع القمامات التي جمعتها إلى المهملات. من المهم أن تخصص عربة منفصلة لكل من القمامة والمغسلة. قم بمسح أبواب المصاعد من الداخل والخارج، هذا قد يشمل تلميع الممرات إذا كان في جدول مهامك. قم بتلميع مؤشرات المصعد الطلوع زائد النزول، بالإضافة إلى الأدوات والتزيينات الثابتة في مكانها والموجودة في الجوار. من أجل الحصول على عمل متقن، قم بمسح الحواجز والسياج والدربزين، بالإضافة إلى آلة بيع الثلج وأجهزة إنذار الحريق وطفايات الحريق ووحدات التكييف الهوائية وأغطية النوافذ والزجاج العاكس. قم بكنس الممرات والأروقة بشكل دقيق وقم بفحص الزوايا. قد يتطلب منك كنس الغرف وفقا للمهام الموكلة عليك من قبل مشرفك الخاص، وتلميع السجاد والحجرات والسلالم الخاصة والمناطق العامة بغرف النزيل في الفندق إذا تطلب ذلك. حجرة الانتظار في مكان الاستراحة يجب أن تنظف مرة في فترة المساء ومرة في فترة الصباح. أثناء التلميع يجب عليك أن تركز إلى رقم الطابق الذي تعمل فيه. امسح ولمع الأثاث الخاص بحجرة الانتظار. قم بإصدار تنبيه شديد للزبائن أثناء العمل في الحجرة، فإنك قد تستعمل أساليب أخرى قد يتطلب منك مهام دورية اعتمادا على المنشأة التي تعمل فيها. أثناء العمل في حجرة الاستقبال الأمامية، فإنك قد تستعمل أساليب أخرى قد يتطلب منك مهام دورية اعتمادا على المنشأة التي تعمل فيها والتي قد تتضمن: 1- تغيير الأفريشة 4 مرات سنويا. 2- تنظيف نوافذ الأروقة والدهاليز وزجاجات حجرة الانتظار إذا تطلب ذلك. 3- تنظيف أبواب المداخل والأبواب الخاصة بغرف النزلاء وقم بتلميع الجدران. 4- قم بترتيب العربات وأدوات وتجهيزات الغرف. 5- اكنس وامسح ولمع المداخل والسلالم. 6- ارفع تقرير بأي أضرار أو أي احتياجات صيانة للمشرف الخاص بك. 7- قم بفحص الغرف والخزانات والتأكد من أنها مكفلة جيدا. 8- قم بخلط وتوزيع المواد الكيميائية النظيفة وفقا للقوانين المتبعة من قبل إدارة الفندق الداخلية. 9- تذكر أن ترحب بكل نزيل الفندق بشكل لطيف. 10- حافظ على الاتصال مع النزيل بعينيك، ابتسم وبادر بالحديث أولا. وهكذا، وبهذا الفيديو نكون قد انتهينا من الواجبات الخاصة بعامل النظافة. لهذا احرص على مشاهدة الفصول الخاصة بالمقدمة والخاتمة الخاصة بهذا الفيديو. الواجبات المرافقة للمغسلة الخاصة بالفندق. مرافق المغسلة توفر أغطية كافية للغرف لضمان توفيرها لغرف الزبائن في وقت احتياجها. بعد القيام باستلام جميع الأغطية، قم بفرز الأغطية والمناشف والملايات المتسخة وحملها إلى المغسلة، وقم بغسلها غسلا أوليا، وقم بتشغيل الغسالة، واحرص على اتباع التعليمات المكتوبة على آلة الغسل. عند إكمال تحميل كل غسلة، قم بتفريغ المغسلة. إنها مسؤوليتك أن تحافظ على جميع الأغطية والملايات والمناشف نظيفة، وتأدية كل واجباتك بأسلوب آمن ومضمون للنتائج. أيضا يجب عليك الحفاظ على جميع الأدوات مرتبة وجاهزة. قم بتحميل كل الأغطية والمناشف النظيفة إلى آلة التجفيف. في فترة الصباح، تأكد من أنك قد قمت بغسل وتنظيف جميع الملايات والأغطية قبل البدء بالتجفيف. هذه الأغطية يجب إفراغها وغسلها كل ساعة، ومرة أخرى في فترة المساء. قم بتشغيل آلة التجفيف من 5 إلى 10 دقائق في وضع متوسط السرعة. بعد إكمال التجفيف، قم بإرسال كل الملايات والأغطية إلى آلة الكوي إذا كانت متوفر، أو الكاوية اليدوية. قم بترتيب وثني كل أغطية السرائر والمناشف والملايات، وضعها في العربة الخاصة بخدمات الغرف ليقوم المفتش أو المشرف بفحصها أو الموافقة عليها. قم برصها على الرفوف الخاصة بالاستخدام اليومي. واجبات أخرى قد تتضمن: 1- تنظيف المغسلة والعربات الخاصة بخدمات الغرف من الداخل والخارج. 2- تنظيف زجاج الغرفة وغسالة الصحون الآلية. 3- غسل وتلميع الغسالة الآلية وآلة التجفيف وفرشاة غير مقاومة للصدأ.
إدارة وتوصيل قوائم الجرد الخاصة بالأغطية والمناشف. 5، متابعة متطلبات النزلاء عبر الهاتف وخدمتهم والتأكد من أن جميع طلباتهم قد أخذت بعين الاعتبار. 6، تسليم الأدوات الخاصة بالنزلاء بنفسك إذا كان ضروريا. الدور الذي يجب عليك القيام به لأنك عامل في المغسلة هو تحديد الأغطية والمناشف التي يمكن للنزيل استخدامها. وهكذا، وبهذا الفيديو نكون قد أنهينا الواجبات الخاصة بمرافق المغسلة. لهذا احرص على مشاهدة الفصول الخاصة بالمقدمة والخاتمة الخاصة بهذا الفيديو. واجبات المراقب أو المشرف: إن كل من المشرف والمراقب مسؤولان لضمان التأكد من أن طاقم عمال النظافة الخاص بشركة جينكينغ للنظافة قد نفذوا كل واجباتهم بشكل صحيح وبشكل كامل، وهذا يشمل المناطق العامة مثل الأروقة والدهاليز وصالات الانتظار، ويجب أن يكونوا متعاونين مع ضيوف ونزلاء الفندق، حيث إن معظم الضيوف يشاهدون حجرة الانتظار الخاصة بالفندق قبل أي شيء آخر، فإنه من الضروري الحفاظ على هذه الأماكن بأعلى درجة من الأناقة والنظافة، ويجب على عامل النظافة التأكد من جميع المناطق أنها نظيفة. ملاحظة والتأكد من الأرضيات والتأكد من الغرف الفردية للزبائن باستخدام برنامج ضمان الجودة الخاص بشركة جينكينغ للتنظيف. إنها واجبات كل فرد من أفراد شركة النظافة الحفاظ على نظافة الفندق عند المرور في الأروقة والحجرات حتى المشرفين والمراقبين. المشرفين يقومون بتقييم أداء عمال النظافة ويقومون بتدوينها على ورقة المهام الخاصة بكل غرفة. يقومون بتقييم أداء العمل لعمال الغرف وعمال النظافة وعمال المغسلة. واجبات أخرى للمشرفين تتضمن قائمة جرد بالتجهيزات والأدوات وكل أدوات الراحة والأغطية، تجديد الأوضاع الخاصة بالغرف والطاولة الأمامية طوال اليوم، فحص غرف النزلاء للتأكد من أن كل أدوات الراحة والأدوات النظيفة متوفرة في مخزن الغرفة، حضور الاجتماعات الخاصة بالفندق، تقديم أي معلومات مطلوبة أو تقارير. الآن لنقوم بمتابعة فحص ومعاينة غرفة الزبون في أنحاء الفندق. سواء كنت المفتش أو المشرف، فإنك ستقوم أولا بفحص المفتاح الكهربائي والتأكد من أنه تم ضبطه في المستوى المحدد، وفحص الموصل الخاص بالباب أنه تم قفله لأسباب أمنية. تحرك إلى الغرفة بأسلوب دائري وقم بإلقاء نظرة، وافحص كل الأدوات على حدة. قم بفحص جهاز الهاتف بأنه نظيف ويعمل جيدا، بالإضافة إلى جميع الساعات والمصابيح الكهربائية. تأكد أيضا من أن كل المناظر الليلية نظيفة. افحص أسفل السرير وتأكد من أن السرير قد تم تهيئته وتحضيره. عند انتقالك من مكان إلى آخر أطفئ الأنوار. تأكد من أن التلفزيون يعمل جيدا وأن جهاز التحكم عن بعد موضوع في مكانه. تأكد من أن الستائر تفتح بالشكل الصحيح وأن النوافذ نظيفة وأنيقة. قم بفحص الأدراج والخزانات وتأكد من أنها تحتوي على جميع الغدوات الضرورية. انظر خلف الأثاث، لاحظ إذا كان هناك أشياء مفقودة وقم بإزالة الأشياء الغير مناسبة. عندما تنتقل إلى الحمام تأكد بعناية شديدة عدم وجود أي شعر في المرحاض أو المغسلة أو حول مرشح تفريغ الماء أو على الزوايا. تأكد من أن الحمام مجهز بجميع أدوات النظافة والأدوات الضرورية الأخرى. إذا كانت غرفة الضيوف نظيفة وجذابة، افحص الأدوات التي قمت بفحصها في غرفة النوم مثل النوافذ، التليفون، التلفزيون. العديد من الأجنحة الفندقية وغرف الضيوف تحتوي على مناطق بتجهيزات إضافية. قم بالتأكد من كل الأدوات متوفرة، وقم بالتأكد من آلة إعداد القهوة والأكواب الخاصة به جميعها نظيفة. قم بفحص الثلاجة وفرن التدفئة أنه ملائم وجاهز للاستعمال. تأكد من أن كل هذه التجهيزات غير متضررة أو بها أذى سواء من الداخل أو من الخارج وأنها جاهزة للاستعمال. إذا وجد بقايا طعام قم بالتخلص منه مباشرة. قم بالتأكد من كل الأدوات المكتبية والأوراق مرتبة وموضوعة في مكانها. قم بملاحظة والتأكد من أي أدوات أو أوراق مكتبية قد تكون مفقودة وتحتاج إلى استبدال. قم بعمل نظرة نهائية حول أنحاء الغرفة وتخيل الشعور الذي قد ينتاب النزيل عند وصوله للغرفة ورؤيتها لأول مرة. عند إكمالك عملية التفتيش والمعاينة قم بإشعار موظف الاستقبال باستخدام تليفون الخاص بالغرفة النزيل. أطفئ أي أنوار متبقية وقم بإقفال الباب بإحكام وتأكد من ذلك. الآن يمكنك الانتقال إلى فحص ومعاينة الباب والرواق الخاص بالغرفة. وهكذا، وبهذا الفيديو نكون قد أنهينا الواجبات الخاصة بواجبات المفتش والمشرف. لهذا احرص على مشاهدة الفصول الخاصة بالمقدمة والخاتمة الخاصة بهذا الفيديو. قد لا تكون أنت النزيل الذي سيسكن في الغرفة التي قمت بتنظيفها، لكن هذا يعتمد عليك. غرفة النزيل هي البيت الثاني بالنسبة له، هي المكان الذي يجد فيه الناس راحتهم ويؤدون عملهم بأمان. بالممارسة تستطيع تحسين وتطوير المهارات الروتينية الخاصة بالتنظيف والحصول على نظافة ذات جودة عالية. سوف يظهر إبداعك في الغرف، حيث أنك والمراقب والمشرف الخاص بك وشركة جينكينغ للنظافة تكونون فخورون بهذه الإبداعات. شكرا لكم ومرحبا بكم في شركة جينكينغ للنظافة.